السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحبائي المشاهدين، أعزائي المتابعين، محبي ومتتبعي عالم الصوت والفرجة المجانية، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. أصدقائي، اليوم إن شاء الله غنهضروا على القمر 19، غنوريك غتلتقط هذا القمر هذا. أول حاجة أصدقائي، فهذا القمر هذا كيتواجد في 10 شق، فهو ما بين قمر الهتبوت 13 شق وكذلك القمر الاتيسات 9، فتقدر تلتقط هذا القمر هذا هو الاتيسات 9 في نفس الصحن ونفس العدسة. إخواني، فهاد القمر هذا فراه معروف بالنسبه للاخوه اللي كيستعملوا الفيدات وكيتفرجوا في الفيدات، لان هذا القمر هذا فكينقل جميع الدوريات الكبرى ولكن بالفيد. فالناس اللي بغات تستمتع بالفيدات على هذا القمر هذا فضروري خص يكون عندك اول حاجه صحن كبير، فيكون فايت 120 او 140 باش تلتقط الاشاره ديال هذا القمر هذا قويه. ثاني حاجه اصدقائي، فخص يكون عندك جهاز اتش دي. بالنسبه للاخوه اللي عندهم الاس دي فراه ما غيشتغلش معاهم لان المباراة كتنقل تماك اتش دي. ثالث حاجة اصدقائي، فضروري خص يكون عندك الجهاز كيدعم شفرات البيس، اما دخلها يدويا او يجلبها اوتوماتيكيا. اخواني، في هذا الفيديو ان شاء الله غنمشيو حنا وياكم للصح، نوريك غادي تلتقط هذا القمر هذا، ونوريك اصدقائي اقوى تردد باش تلتقطوا هذا القمر هذا. ولكن قبل ما نطلعوا للصح، ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وكذلك الاعجاب بالفيديو. بغيتوا شي موضوع نديرو على اي قمر فقط خليونا في التعليق او التركيبات اللي بغيتوا، وجدوا الصور ديالكم اصدقائي ونطلعوا حنا وياكم للصح. اصدقائي رجعنا لكم، فالصحن ديالي اصدقائي دابا فهو مثبت على قمر النيسات، وكما كنشدوا معايا فانا شاد باقوى اشاره في قنوات ام بي سي. فاول حاجه غنديروا غنرخفوا الصحن، تختفي لنا الاشاره على القمر النيسات. فهي دابا اختفت لنا الإشارة، غندورو اللاقب ديالنا في اتجاه عقارب الساعة، دوروه واحد شوية، من بعد غنستعملو هاد التردد هذا، نمشيو القمر اتيسات 10، نستعملو هاد التردد هذا كأقوى إشارة، هاد القمر هذا، اللي هو 11221، القطبية غتكون فيرتيكال عمودي، الترميز غيكون 30000، وندورو الصحن ديالنا في اتجاه الشرق. غير بلاتي خوتي حتى تظهر معنا الإشارة، هي بدات كتظهر معنا الإشارة. هانتوما كما كتشوفوا، هي دابا استقرتنا 91، نوليو نقفو الصحن ديالنا شوية، نزيدو نهبطو، نوقفو، نوليو نرجعو غير بلاتي، هي 90، دابا نزيرو الصحن ديالنا غير بلاتي. لا كان زيرو، حنا كنفيكسيو الاشاره ديالنا، ها هي 90، نثبتو الصحن ديالنا مزيان خوتي، حنا كنثبتو وكنزيدو في الإشارة، فهي دابا استقرتلنا الإشارة في 91، نزيدو نشوفو الوقت، نزيدو ندورو واحد شوية نزيد لنا الإشارة ولا لا، هي ولاتنا 84، نردو كيما كان 91،
فهي صقرتنا الإشارة في 91. نوريكم أصدقائي القنوات، القناة اللي استعملتها خوتي فهي قناة البي بي سي 1 على القمر الاتيسات 10. فها هما القنوات أصدقائي، فها هما القنوات AFN سبور، فكما كتشاهدوا معايا شديتهم 92 في الإشارة، يعني دابا راني ملتقط القمر بأقوى إشارة. فقط من بعد ما تلتقط التردد غتمشي دير بحث الأعمى باش ينزل لك جميع الترددات والقنوات على هذا القمر هذا. غتمشي ستار سيرش وتبدا هنايا بلان سيرش البحث الأعمى وتضغط على أوكي وينزل لك القنوات. أصدقائي فكما شاهدوا معايا فبكل سهولة التقط هذا القمر هذا 19. خوت وصلنا لنهاية ديال الحلقة ديالنا، متنساش دير واحد الاشتراك وجيم إلا عجبك هذا الفيديو هذا، وبارطاجيه مع أصدقائي باش كلشي يستافد من هذا الفيديو هذا. الله فراسكم، وانتظرونا في فيديو جديد.